جزيرة السعادة، هكذا عرف سقطرى في الكثير من الكتب والقواميس التي تضمنت المحميات البيئية والطبيعية، لأنها تستطيع من خلال أشجارها ومياهها ونباتاتها وبيئتها مداواة الكثير من العلل التي يقصدها الكثيرون دون سواها، لتنسيهم الهموم وتريحهم منها استشفاء أو استجماما، لكن واقعا مغايرا يفرض نفسه على سكان الجزيرة الأصليين وزائريها، حيث أن العديد من المرافق الصحية والمراكز الطبية البعيدة والمتناثرة عن أماكن طلب الخدمة الطبية تعد مشكلة يقاسيها السقطريون كلما استدعتهم الحاجة للذهاب إليها. صعوبة نقل المرض برضا الجزيرة، عدم وجود مواصلات زي سيارة إسعاف إلا داخل مستشفى خليفة، خارج المراكز ما يوجد أي سيارة إسعاف، وصعوبة ما يوجد أدوية برضه. أكيد بكل التأكيد إن مواقع الوحدات الصحية المتناثرة على أطراف الجزيرة هناك صعوبات وهناك نقص زي ما أشرت بالكادر الصحي، وأيضا بكافة المستلزمات الواجبة للقيام أو تقديم خدمات بتلك المناطق. فاقد الشيء لا يعطي، هكذا تعرف المقولة، وبها تترجم الوضع الأولي لهذه المراكز الصحية التي لا تستطيع بداية سد تلك الفجوة الحاصلة بين الإقبال على الاستطباب وتوفير الأولويات لمداواتهم وأمور أخرى الصورة تغني عن ذكرها. توسيع الوحدة الصحية لأن علشان يكون العمل، لأن عدد المترددات عندنا في الوحدة الصحية أكثر، إن عندنا قرى حوالي 12 قرى قريبة للوحدة الصحية، وهذه الوحدة الصحية معروفة، وأعتقد أن الإدارة هي أكثر عرفة، ونحن برضو في هذا العمل نحن عملنا يكون عمل منظم. إحصائية رقمية أخيرة للجزيرة عام 2010 تقول أن 29 وحدة صحية ومركز تنتشر في حديب وحدها، يعمل فيها العديد من الكوادر الصحية، ولكنها على ما يبدو أنها غير مؤهلة. بقى منهم من صبر وغادر من لم يتمكن، وتصبح الجزيرة وحدها تصارع احتياجاتها في تلبية ما استطاعت من نداءات صحية وبإمكانيات يمكن وصفها بالشحيحة. نطالب الدكتورة علشان التوليد معانا وغرفة التوليد الخاص، ونطالب بالأمية بالوحدة الصحية حمامات بدون مي، الأدوية ماشي ناقص معانا الأدوية، ونطالب الأدوية علشان الوحدة الصحية، ونطالب المساعد الطبي. هناك تباين بين تلك الخدمات المقدمة في مراكز ترعاها الحكومة وتلك التي امتدت بها أيادي الخير للداعمين المهتمين بحالة الجزيرة وبصماتهم الواضحة للعيان. كيف يمكن لمحافظة يتعطش لها الزوار أن تستقبلهم وترعى تواجدهم فيها ومرافقها الصحية لا تفي خدماتها باحتياجات ساكنيها الأصليين؟ أشوان الظاهري، قناة اليمن اليوم، محافظة سقطرة. والآن ننتقل إلى